مساء الفل، النهارده هنجرب مع بعض طعمين جداد من ايس كريم فريدي. فرايداي دو ايس كريم فريدي مازال متألق وبيأزل وبيأزل بيأزل. ايس كريم بيعزل ايه؟ ايس كريم فريدي مازال متألق وبينزل أطعمة جديدة. النهاردة في كوبين بطعمين جداد، كوب الأولاني ده فانيليا وكراميل وكوكيز، زي وده الأوريو بسكوت مكرمل، يعني المفروض إن هو شبه اللوتس يعني. خلاص كده هنعرف الكوب كده. ده 200 مللي تقريبا أو 200 جرام تقريبا ب 10 جنيه، طبعا ده سعر خرافي يعني بالنسبة لأسعار الأيس كريم كلها. اوكي ماشي. هنجرب ايه بقى يا استاذ يوري؟ البسكوت ده ولا ده؟ ده بسكوت مكرمل، ده كوكيز. تبقى عايز تجرب الكوكيز؟ كوكيز. اتفضل معلقتك وريهم بقى شكله جامد جدا. يلا جرب. البسكوت باين زي ما قلنا ده ايس كريم فريدي كب 200 مللي فانيليا كراميل كوكيز. يا سلام على رد الفعل المبالغ فيه. ماشي هنشوف، وريني بقى. وراح هتقول لي ما اكلتش الكوكيز وما اكلتش الفانيليا. ماشي دوق. بسم الله هاي كده ايه فيها كل حاجه كده تمام. بسم الله. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض يا جماعه، طعم الفانيليا وطعم الكوكيز والكراميل مع يا بعض سلام. مزيكا مزيكا يعني. لا رهيب يعني يا جماعه، نادر لما تلاقي ايس كريم طعم الفانيليا نفسه يعني مميز. يا لا عم يلا يعني هيسيح الايس كريم يا عم تاني. سيبني يا عم، ده تحفه. لا رهيب. هنجرب دلوقتي بقى ايه الطعم التاني، بسكوت مكرمل. يامي ماشي وريهم شكله. اهو لونه زي القهوة. اتفضل يلا يام يام دوق وقول لي. يام يام. لا فرايدي صراحة رهيب يعني متألق. ايه بقى تحفة تحفة ده ولا التاني؟ الاثنين الاثنين، انت كل حاجة عندك اتنين، 500 فيديو الاثنين. جرب بقى انا بقى البسكوت المكرمل ده. معلقه حلوه كده كده تمام. انت دقت بس الفانيليا. انا هاخد بقى كده ايه. اريد المزيد. حلو بس يعني هو حلو ومميز وكل حاجه، بس الطاغي فيه طعم الكراميل والفانيليا اكتر، لكن التاني ده رهيب 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 يعني رهيب اوي رهيب. حبيت من اكتر الاثنين وعايزه اجيب منهم تاني تاني من مصروفك بقى. ماشي ماشي ماشي. الاثنين تحفه لازم تجربوهم، طعمين جداد. اللي عجبني انا اكتر اللي هو الفانيليا وكراميل وكوكيز، سعرهم تحفه طعمهم تحفه مميزين جدا، جربوهم مش تندموا. بس كده اشوفكم في تقييم تاني مع ايس باي كريم باي. فريداي. باي باي. مع السلامه. باي باي.